طبعا انا يسعدني المشاركه في صالون الجنون، دي اول مره اشارك بيها، والحقيقه اطلاله على يعني الحركه الفنيه التشكيليه من الجنوب. الجنوب ليه دلالته بالنسبه لتاريخه وايضا ملامح المكان والزمان اللي هو يعني عاشت فيه الحضاره المصريه واثرت تاثير مباشر في الشخصيه المصريه وخاصه في الفنون التشكيليه. الاعمال الموجوده في الصالون هي الحقيقه يعني بتنطق ب زي ما بيقولوا بالاوريجيناليتي او بالاصاله بتاعت الانسان المصري. النوافذ اللي هو بيطل منها في هذه المسابقه على من خلال اعماله او من خلال الاعمال الفنيه المتاحه، بنشاهد مدارس كثيره في الصالون، وبنشاهد انعكاس هذه المدارس على اساليب كثيره وعلى خيال الفنانين المشاركين في هذا الصالون الجاد، يعني اقصد النشط اللي بيقدم فعلا الحركه الفنيه التشكيليه بشكل مباشر وحقيقي. طبيعه الحال يعني ما فيهم التكريم او الاحتفاء بمشوار فنان، ده بالتاكيد طبعا بيؤثر على يعني زي ما تقول يعني خيال، بيؤثر على الماكينه وعلى الطاقه اللي موجوده فيها الفنان، يعني تشجع كل الفنانين ان هم يعطوا احلى ما عندهم، زي ما بيقولوا يصروا على ان هم يقدموا لبلدهم عصاره الفنون بصدق وبايمان حقيقي.